طيب ارجع لروح المنافسه بعد المشاعر اللي في داخلكم من باب تغيير الاجواء بطلعكم من هنا مرضى نفسيين. هو نسي المسابقه الظاهر نسيتوها ومنسوها بعد دخولنا في ادوخكم انا اليوم. طيب ما شاء الله التصويت الان وصل عدد المصوتين الى 18,000 مصوت ما بين عبد الله الفريدي وما بين عبد الله الكرعاني. ألف مبروك لمن حصل على الأعلى تصويتا من الجمهور بنسبة 61%. ما شاء الله تبارك الله. الله عيون عبد الله وعبد الله تخوف. ألف مبروك لمن حصل على 61% و500 سهم لفريقه. سمعونا تحية قوية لعبد الله الفريدي. عن المهندس رائد الجهني أعطى فكرة وتبناها وأنا أؤيدها. يقول كل أصوات الشباب مميزة، فهنا 500 سهم وهنا 200 سهم لعبد الله الكرعان. طيب وش باقي عندنا فيها؟